بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اردد على جميع خلقك مظالمهم التي قبلي، صغيرها وكبيرها، في يسر منك وعافية، وما لم تبلغه قوتي ولم تسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني ويقيني ونفسي، فأده عني من جزيل ما عندك من فضلك، ثم لا تخلف علي منه شيئا تقضيه من حسناتي يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.